بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في محاضره الكترونيه للاستاذ الدكتوره ازهار عبود حسون لماده الاحصاء التربوي لطلبه صف ثاني قسم الارشاد النفسي في كليه التربيه الجامعه المستنصرية محاضرتنا لهذا اليوم هي تكمله لما بدانا عن مقاييس النزعه المركزيه بعد ما تناولنا بالمحاضرات السابقة الوسط الحسابي والمنوال والوسيط اليوم راح نتناول مقارنة بين هذه المقاييس اي واحد منهم ممكن ان استخدمه في حالات معينة اضافة الى انه ايهما يكون افضل في استخدامه من حالة الى حالة اخرى اول نقطة الوسط الحسابي هو اكثر ملائمه للبيانات الفاصله اي القياس الفاصل اي عندما تكون لدي درجات في حين يفضل استعمال الوسيط للبيانات الرتبيه القياس الرتبي اي لا تكون لدي درجات وانما توجد لدي رتب فقط اما المنوال يستعمل للبيانات الاسميه القياس الاسمي اي تكرارات وليس درجات او رتب باختصار، نقول إذا كان لدينا درجات نستخدم الوسط الحسابي، وإذا كان لدينا رتب نستخدم الوسيط، وإذا كان لدينا تكرارات نستخدم المنوال. النقطة الثانية: الوسط الحسابي يتضمن كل درجة من درجات التوزيع، ويتأثر عند تغيير أي درجة في البيانات. بينما الوسيط يتاثر بعدد القيم او الدرجات معنى ذلك اننا في الوسط الحسابي عندما نقوم بحسابه فاننا نجمع كل درجه من الدرجات ثم نقسمها على عدد الدرجات بهذا نكون قد استعملنا او ادخلنا كل القيم في حساب الوسط الحسابي، لذا فإنه يتغير إذا تغير أي درجة من الدرجات. لكن الوسيط ما يتأثر بتغير الدرجات، وإنما يتأثر بعدد القيم، كم قيمة عندي؟ كم درجة عندي؟ النقطة الثالثة في المقارنة. يعتبر الوسط الحسابي افضل من الوسيط والمنوال اذا كانت الدرجات غير متطرفه يعني يفضل ان اعتمد على الوسط الحسابي اذا كان عندي درجات بس بشرط أن تكون الدرجات غير متطرفة، وتناولنا هذا المصطلح بالمحاضرة السابقة وأكدنا على أنه الدرجات المتطرفة هي الدرجات اللي تكون مختلفة عن الدرجات الأخرى من خلال أنه وضربنا أمثلة على ذلك مثلاً إذا كان عندي درجات متقاربة. مثلا إذا كان المقياس مالتي أو الاختبار مالتي من عشرة إذا وجدنا بأنه أغلب الدرجات تتركز ما بين الخمسة والستة والسبعة لكن لدي درجة واحدة عشرة من عشرة أو درجة واحدة أو درجتين صفر من عشرة فتعتبر هذه الصفر والعشرة تعتبر درجات متطرفة تؤثر على حساب الوسط الحسابي لكن اذا كانت الدرجات عندي متطرفة يمكن اني ان اعتمد على الوسيط النقطة الرابعة لا يتاثر المنوال بالدرجات المتطرفة كما في الوسط الحسابي ولا يتاثر بالدرجات الوسطى كما في الوسيط لذا فهو اكثر استقرارا اي ان المنوال اكثر استقرارا من الوسط الحسابي والبسيط، لكن هو أيضاً يتأثر بخاصية أخرى، يتأثر بعدد فئات التوزيع وبطول الفئة، ولا يستعمل كثيراً لصعوبة إخضاعه للعمليات الرياضية، لأنه إحنا أكدنا على أنه المنوال إحنا نستخدمه في حالة وجود تكرارات وليس درجات وليس رتب، لذا هو يتأثر بعدد فئات التوزيع وبطول الفئة. أما فيما يتعلق بالعلاقة ما بين مقاييس النزعة المركزية الوسط الحسابي والوسيط والمنوال، فنستطيع أن نقول أن هناك علاقة ما بين هذه المقاييس. سنتناول ثلاث علاقات، أول علاقة: يتساوى الوسط الحسابي والوسيط والمنوال، في التوزيع المتماثل وتتباعد هذه المقاييس عن بعضها كلما زاد انحراف التوزيع عن التماثل ما معنى ذلك؟ معنى ذلك ان اذا كان لدينا درجات متعددة طبقنا وأخذناها من اختبار معين وحاولنا أن نرسم شكل توزيع هذه الدرجات على شكل توزيع تكراري هنا نجد انه اذا كانت لدي الوسط الحسابي قيمته وقيمه الوسيط وقيمه المنوال اذا كانت واحده نقول ان التوزيع هو متماثل اي مثلا اذا كانت قيمه الوسط الحسابي مثلا عشرين والوسيط عشرين والمنوال عشرين نقول ان التوزيع هنا متماثل لكن اذا تباعدت هذه المقاييس عن بعضها البعض يعني الوسط الحسابي مثلا عشرين الوسيط مثلا 15 المنوال مثلا 12 ما راح يكون عندي التوزيع متماثل ليش لان هنا راح يزيد انحراف التوزيع عن التماثل وقد وجد ان التوزيعات القريبه من التماثل القريبة من التماثل، تكون العلاقة بينها: الوسط الحسابي ناقصاً المنوال، يعني قيمة الوسط الحسابي ناقصاً قيمة المنوال، هي تساوي لي ثلاثة من وسط حسابي ناقصاً الوسيط. وتستعمل هذه المعادلة أحياناً لحساب المنوال بمعلومية الوسط الحسابي والوسيط. لماذا؟ لأنه أكدنا بأنه المنوال صعوبة إخضاعه للعمليات الحسابية. فأحياناً يستخد... تستخدم هذه المعادلة لحساب المنوال. إذا هنا العلاقة بين الوسط الحسابي والوسيط والمنوال ممكن أن تكون على شكل توزيع متماثل إذا كان الوسط الحسابي والوسيط والمنوال متساوي أي له قيمة واحدة. هذه أول علاقة. نأتي على العلاقة الثانية وهو التوزيع الملتوي الموجب. التوزيع الملتوي الموجب، هنا الوسط الحسابي يقع أول نهاية المنحنى، اللي هو هيانه، وبعده يأتي الوسيط، ومن ثم المنوال. وتكون العلاقة بين المقاييس، الوسط الحسابي أكبر من الوسيط، والوسيط أكبر من المنوال. إذا نقول هنا التوزيع ملتوي موجب، إذا هنا تكون أغلب الدرجات هنا، وهنا درجات قليلة جدا، هنا في بدايته راح يكون عندي الوسط الحسابي اللي هو راح يكون أكبر من الوسيط، والوسيط أكبر من المنوال. التوزيع الملتوي السالب. الوسط الحسابي يقع نهايه المنحنى من الجهه الاخرى ثم يليه الوسيط واخيرا المنوال اذا التل... عفوا التل... التوزيع الملتوي السالب بعكس التوزيع الملتوي الموجب هنا نجد ان الوسط الحسابي هنا والوسيط هنا والمنوال هنا اي ان اكثر الدرجات راح تكون هنا اذا المنوال هو اكبر من الوسيط والوسيط أكبر من الوسط الحسابي بهذه المحاضرة نكون قد أنهينا مقاييس النزعة المركزية محاضرتنا القادمة راح تكون إن شاء الله عن مقاييس الوضع النسبي راح نتناول بيها الربيعيات والعشيرات والمئينات شكرا لكم مع السلامة